أكد خيردين مضوي مدرب أو مضوي ولاعبو وفاق سطيف أنهم يواصلون التحضير بجدية للعودة إلى منافسة البطولة المتوقفة بسبب تسوية الرزنامة. هذا ويواصل الفريق تحضيراته بكل جدية، خاصة وأنه الفريق الأوفر حظا لحصد اللقب بعد سلسلة النتائج الإيجابية، ويسعى الوفاق إلى استمرارها بعد استئناف المباريات. فرشيد، ما راح يكون برنامج عادي جدا مثل تقريبا كل الأسابيع اللي قمنا بها، سواء اللي كانت تحتوي مباراة دوري أو لا. راح يتخللها إن شاء الله مباراة شباب قسنطينة يوم 22 في هذا الشهر، يوم 27 مع تجنانت هنا أيضا في سطيف، يمكن نزيدوا مباراة يوم 30 إن شاء الله لما نحدوا المنافس بحول الله. Je pense que l'équipe a déjà un plan de jeu. Et le coach essaie de faire en sorte que tout le monde a eu son temps de jeu et tout le monde participe à donner son meilleur de lui-même. Donc je pense qu'on est à la fin, on doit être soudé pour pouvoir entamer le championnat jusqu'à la fin dans les bonnes conditions et finissons le championnat en beauté.